بمناسبة اليوم الدولي للجبال اللي صادف 11 ديسمبر، اليوم احنا كمجتمع مدني هنا طلعنا للمنطقة هذه يعني نظرا لعدة حرائق تعرضت لها هنايا، حبينا رد الاعتبار وتلبية نداء التطوع للوطن. قمنا اليوم بحملة تشجير عبر الأراضي هذه اللي كلتها كامل النيران، ونشكر جميع المشاركين في هذه العملية من مؤسسات الدولة، الغابات اللي زودونا بالأشجار اللازمة لإنجاح هذه العملية، السلطة الحماية المدنية، ليزيبيك تاعنا، البلديات، وحتى الأطفال المتمدرسين جاونا، والمجتمع المدني نشكره بزاف لأنه كان تجاوب كبير.